لي هذا الطلب محمد يابا، محمد خضير صباح. نعم صباح يابا. انت هاي ثاني مرة اخي انت تقدم هذا الطلب بموضوع جسمه. شوف بالنسبة قايل انه هذا الاسم غير اسمك، لي انت عملت في غير دائرة، هو كان في غير دائرة. هذا الموضوع بوقته قبل إحالة الدعوة إلى هذه المحكمة من قبل السيد القاضي التحقيق، هو موسى، بس مجرد يعني الشك باللقب بالاسم، تقرر القاضي التحقيق تقرر تصحيح الأمر وتم إحالتك إلى هذه الدعوة باسمك الثلاثي الصريح، يعني لا بها لا شيء. وإذا أنت عندك شيء آخر السيد رئيس ما لا علاقة بموضوع هاي المحاكمة، مو علاقة باسمك، بس مع هذا احنا ندلك طريقة أخرى عن طريق وكيلك اللي عندك اللي بفكرك، قدمه إلى السيد القاضي التحقيق، هم لديهم أوليات السابقة، خلي يدققون، عسى ولعل طلبك صحيح، هم يعني محاليك عسه، بس أنت باسمك الثلاثي الصريح محال إلى هذه المحكمة لحين أن يجينا كتاب من الجهة التي أحالتك ويا زملائك إلى هذه المحكمة، أنت تبقى معنا وإحنا نستمر بالدعوة ونشوف القضية. أنا أوصيك كمعلومة عن طريق وكيلك، قدموا طلب تفصيلي إلى السيد قاضي التحقيق حتى يدققون ويجاوبوك للاطمئنان. سيد رئيس المحكمة، إذا تسمح لي سيد أعضاء رئيس المحكمة، سيد قاضي التحقيق يعني جلس وياي مرة واحدة في تاريخ 17/11/2007، وكنت مغفور، يعني كنت موضع يعني يصير حرب لدى القوات الأمريكية، والجلسة هي نصف ساعة، والإفادة مالتي بأوراق القضية هي صفحة ونصف. ما بلغني قرار إلقاء القبض الموجود في القضية اللي استلمتها من المدعي العام صادر باسم محمد خضير فاني، وأني اسم محمد خضير صباح، ولم يبلغني السيد قاضي التحقيق في جلسة التحقيق بهذا الأمر، ولم يبين أنه كيف تهكت من اسمي. الشيء الثاني سيادة القاضي، يعني أنا لم أجد في الدعوة في ملف القضية لا اسمي في شكوى، ولا اسمي في هذا الشاهد، ولا اسمي في وثيقة، وكتاب جهاز المخابرات الجديد الموجه إلى محكمتكم يعني بأمور يعني هي لصالحي، دا يقول أني طالب لحد سنة 82، ومن 88 ل 92 أنا خارج العراق، وهذا الكتاب ما برز لي قاضي التحقيق في 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 جلسة وياه. أنا أسير حرب، نعم يعني وبلدي هذا، وأني ما عندي أي اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن سيادة القاضي يعني من أجي هنا أنا يعني مالي دور في هذا القضية، ولا أعرف لماذا أحلت، ولا على أي مادة، ولا على أي دليل، ومسجل لدى الحكومة العراقية رسميا أنا أسير حرب ورجعت إلى بلدي. يعني أنا هنا يعني بدي أسأل على شوف، شوف بالنسبة لنا أنت محال إلى هذه المحكمة من قبل السيد قاضي التحقيق ضمن قرار الإحالة مع الإخوان الزملاء في القفص ضمن هذه القضية، لحين أن يجينا طلب تصحيح أو توضيح أو شيء آخر من هذا القبيل، إحنا باقي ويانا. مع هذا من وكيلك السيد عبد الله ستار أستاذ، حضرتك قدم طلب تفصيلي اشرح للواقع لسيد قاضي التحقيق، ولا بأس أن تنطي نسخة لهذه المحكمة، شوفوا القاضي التحقيق شيء يقرر على ضوء قاضي التحقيق احنا نقرر الموضوع. سيد قاضي التحقيق، نعم في نفس الوقت أنا قدمت طلب طعن من قرار الإحالة للهيئة التمييزية، الهيئة التمييزية صدرت القرار، نقضت القرار؟ صدرت قرار الإحالة صدرت. أي أنا حقيقة ما إحنا ما شفنا يعني هذا القرار. يعني هذه مش قرارات
معناته يا أخي شوف الأستاذ المحامي دي يقول يعني القرار متسب درجة القطعية يعني بالنسبة إلنا وجودك ملزم معنا لحين البدء في الدعوة وإصدار قرار نهائي بخصوص تقرير مصيرك إلا إذا خلال هالأثناء ظهر أمر آخر جانا كتاب من قاضي التحقيق أو من جهة أخرى قضائية ذات اختصاص ذاك الوقت نبدأ به لحين هذا الأمر أخي أنت محسوب على هذه المحكمة وأنت باقي مع زملائك المتهمين والله سيادة القاضي يعني جنابك يعني صدرك رحب بل يعني واستمعنا يعني أنت دولة القانون يعني أنا هنا أنا موجود في هذا القفص ومع أخواني يعني لا راد لأمر الله ولا قضاء الله سبحانه وتعالى ولكن يا سيادة القاضي أنا خدمة بلدي وأسير حرب وبيعهات مستديمة حاليا طبيب المسجن الكاظمية رفع 3 توصيات إرسالي إلى مستشفى لأنه بيئة تهشم في الجمجمة وقال لي أنت وضعك خطر جدا وقد تتوفى ورفضوا ينقلوا لي المستشفى يقولوا لي أكو قرار منعك من إرسالك للمستشفى وكل الموجودين طيب أنا للمن أحكي يعني شوف يا يعني هذا الوضع الصحي بحث آخر أنت موضوع الوضع الصحي إحنا أي تقرير طبي من جهة طبية ذات اختصاص راح نبد به ونسهل لك الأمر هاي ما لها علاقة بموضوع الإحالة أنت إذا عندك شيء خلي عن طريق وكيلك إحنا لا مانع نحيلك إلى الطبيب المختص أو إذا اللجنة الطبية يفحصوك هذا الموضوع آخر سيادة القاضي طلباتي يعني رجع يعني اكتب لي بها لقاضي التحقيق يعيد تدقيق وضعي يعني ما معقول أنا مواطن وكيلك رجل متمرس بأمور المحامات ودعاوى وعدة دكتورة بالقانون يعني هو مراجع قاضي التحقيق ومقدم طلبه لدى الهيئة التمييزية ترى إذا هيئة التمييزية صدر قرار معناتها اكتسب الدرجة النهائية الدرجة القطعية احنا ما نقدر نسوي شيء ترى أني تشوف إذا أني أخرج من هاي القاعة لأجل هذه مفروض بي أني هم أترك منصة القضاء هم أحال إلى مجلس يعني لجنة شؤون القضاة للتحقيق معايا أنت شلون طلعت شخص متهم بعلمك الشخصي أو بناء على التأثير النفسي عليك يا أخي سيادة القاضي يعني والله الذي رفع السماوات بغير عمد فلا لي قضية في هذه الموضوع يعني شوف يا يعني إذا أكو خطأ إذا أكو خطأ خطأ كبير يا أستاذ بالقضية الخطأ من الآخر يا سيدي هسه أنا أبين لك الخطأ المحكمة ما تتحمل نتائج أخطاء الآخرين حقيقة أنا أقول لك وأنا شخصيا ما أتحمل نتائج أخطاء أيا كان رجع أنت باقي معانا يا أخي بالعربي الفصيح أقول باقي ويا زملائك بهالقاعة لحين البدء في هذه الدعوة إلا أن يجينا قرار قضائي من جهة قانونية ذات اختصاص ذاك الوقت داني أقول لك يابا أنت الله وياك والله يا أستاذ والله الذي والله الذي أنزل القرآن الله إحنا كلنا مؤمنين والله مؤمنين والقدر لله سبحانه وتعالى والقضاء لله ولكن أعرض ما عندي مجال غير أمامكم ما يمكن تسير حرب 6 سنوات والله شفت من الويل ما شفت وتعذبت تعذيب جسدي بس الله يدري والله أنه دافعت عن بلدي من جهة بلدي كيسير حرب يعني ملقى حاليا في مكان لا علاج طبي وضعي القانوني مو صحيح إطلاقا وانتو قضاة وانتو أمام الله يا أستاذ أخي وضع الصحي واحد المسألة هاي اللي تحكي بها ابتداء مسألة قانونية مسألة قضائية الوضع الصحي موضوع آخر إذا تشتكي شيء أو تريد عندك فشي لا مانع نحيلك إلى لجنة طبية خلال فترة التأجيل فحصوك والله سيدي يعني أنتوا دولة القانون وعرفت تمامي موضوعكم لا أنا مو دولة قانون أنا هذا حج سياسي أنا رجل قاضي يطبق القضاء مو مع دولة القانون أنا رجل علي تطبيق نص القانون لا لي علاقة بالدولة ولا دولة القانون أنا رجل قاضي مهمتي قضاء سيادة رئيس المحكمة ما لي شغلة ويا سياسيين ويا إداريين ماكو أي مبرر لحالتي ولا دليل ولا إشارة ولا أعرف كيف يعني أنا أحكي باللغة العربية جائز اللغة العربية مالتي مو هالقد لا لا واضح جدا رجل يعني والله إذا يعني تحل يا عزيزي
يعني تحاجة طلبي إلى قاضي التحقيق يعني اللي طلبات اللي قدمتها يعني. يابا إحنا هي قضائية أعلى من قاضي التحقيق. بالقضاء مو مثل دوائر الدولة. إحنا ما نخاطب لا الأعلى مالنا ولا الأدنى. يجينا إحنا متوجهين بالقرارات القضائية التي تجينا. مالنا شغلة. بس أنا أفهمك والأستاذ إن شاء الله متمرس بالقانون وبالقضاء يعرف إذا أكو شي مسألة تحقيق أو لدى هيئة تمييزية جيبونا كتاب من جهة قضائية ذات اقتصاد ذاك الوقت يقول الله وياك. أما أقول لك روح وزع الشكلية تبعك يعني بس إذا شا سوي يعني مو يم يا أخي. نعم أستاذ حقيقة الدقيقة يعني التدقيق الابتدائي احنا قائمين به مو بس أنا السادة زملائي كل واحد قائم بالتدقيق وكاتبي لي مطالعة مختصرة وأني مدقق بنفسي. أنتم تعرفوني أنا اعتمادي الأول على نفسي مع أنه زملائي أعزهم بعدين أعتمد عليهم وكلهم متفقين وياي. هذا الرجل احنا عندنا اسم ينطبق عليه بالأوراق التحقيقية. إذا محقق أو قاضي التحقيق صار فلسه عنده بعدين شطب يمهم مو يمنى أي هاي النقطة. وتعرفون أنه أنا حقيقة أحكي المفروض بالقضاء ماكو شطب. وأنا شخصياً وزملائي عقلي يطير من الشطب إذا أكو نقص بالأوراق التحقيقية الابتدائية. أستاذ حضرتك هو موقوف ويا راجع السيد قاضي التحقيق وضمن الأوراق اللي قدمته للتمييز بلكي تلقي لفت منا ومنا فت شيء. أنا بودي أنه يقلون يومية اثنين ثلاثة يطلعون يبقى واحد وما ما يبقى. لا إذا أكو اسمين ليش لا؟ ليش لا؟ إذا أكو اسمين إذا أكو اسمين يمنا دققنا ما لاحظنا. أمر القبض موجود أمر القبض صادر باسم محمد خضير فاني. أي صريح ما بي شطب ولا شيء. محمد خضير فاني وأنا اسم محمد خضير صباح. وبجلسة التحقيق لم يبلغني السيد قاضي التحقيق بأنه المطلوب محمد خضير فاني ولم يفاتح دائرتي لأنه أكو أسماء متشابهة فهو شوف. على الأساس هذا يعني شوف يابا بالأوليات القضية اللي احنا دققناها ويا زملائنا هو ابتداء كاتب اسم هذه بس بعدين مصححة وموقعة بإمكان الأستاذ يطلع على الأوراق سواء كان نسخة الثانية اللي عندهم أو نسخة اللي لدى موجود لدى قلم المحكمة لا مانع من الأستاذ يقوم بتدقيق الأوراق. أستاذ أنت بإمكانك يعني طلب الأوراق عند قلم المحكمة والدقيق. يا إحنا جايين يعني نحقق العدالة نحقق الحق إحقاق الحق ما إن شاء الله ما نظلم أحد. سيادة القاضي السيد قاضي التحقيق كاتب علما بأن أمر القبض صادر باسم محمد خضير فعن الدليمي يعني هو ده يعترف أنه الأمر صادر باسمه يعني فأعرف يعني مساعدتي قبل يعني هو الجائز رجل سهل وبعدين صححه بعدين مصححه وموقع عليه بتوقيع. هذه لو كان مش اسمه المفروض كان ختم ومفروض التوقيع هو الظاهر ما مستعمل الختم بس موقع على الاسم الصحيح هذا اللي موجود عندنا. ما هذا إذا تشوفون اتجاه يعني مو هذه بإمكانكم
راجعوا، خلي الأستاذ يراجع قاضي التحقيق وراجعوا. الله يكرمك. الأمر إن شاء الله لله سبحانه وتعالى. شو كده.